بسم الله الرحمن الرحيم. تلقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله في أبوظبي معالي عبد الله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه وتنميته في المجالات كافة. واستعرض سموه ومعالي وزير خارجية جمهورية المالديف سبل تنمية آفاق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة المتجددة وجهود تعزيز العمل المناخي العالمي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف كواب 28 العام المقبل بإذن الله. وفي هذا الصدد أشاد معالي عبد الله شاهد باستضافة دولة الإمارات النسخة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كواب 28 والجهود الرائدة والمبادرات البارزة التي تنفذها دولة الإمارات في مجال العمل المناخي العالمي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.